يستخدم النظام كل ما أوتي من تدمير ضد المناطق المحررة التي تتاخم مناطق أخرى موالية. في حماة وفي بلدة سوحة القريبة من قرى أخرى علوية مليئة بالشبيحة وكافة أنواع الأسلحة، لا تهدأ مدافع الأسد وهي تستهدف البلدة لتدمر أكثر ما فيها من بنية تحتية ضعيفة أصلا، تشرد السكان ثم تهدم بيوتهم لتنهي كل أمل بعودة قريبة. احنا متواجدين حاليا بقرية سوحة. هذا الدمار، انظروا هذا الدمار. احنا ذنبنا الوحيد ان قريبين على العلوية، فانتغموا منا، عملوها طائفية، شردوا الاهالي، شردوا السكان الاطفال. هذا وضعنا، هذا احنا. البيوت كلها تدمرت نتيجة القصف العشوائي على المنازل بالصواريخ والمدفعية والطائرة. إذن هذه القرية، قرية سوحة، هي الآن مدمرة بشكل كامل وشبه خالية من سكانها بسبب القصف العشوائي والمتواصل من قبل قوات النظام، ولا يقطنها سوى عناصر الجيش الحر المتواجدين هنا. تخلو شوارع البلدة إلا من عناصر الثوار يرابطون على تخومها حذرا من تقدم جيش الأسد وشبيحته تجاهها. ألفوا القذائف حتى صار مرورها أمرا عاديا لا يحتاج للكثير من الحذر والاستعداد. يعدون الخنادق علها تعينهم على الصمود أمام جيش مدجج وأرض مفتوحة وحرب طاحنة لا مكان فيها للضعيف، لذلك فهم متأهبون دائما للاحتمالات كلها ليصمدوا في وجه الشر كله والإجرام كله. شبكة شام، حماة.